السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل، دائما مع حلويات جافة ومحبين حلويات جافة. اليوم جبت لكم حلوى رائعة، هي يدخل فيها الياوغت الطبيعي، تجي رائعة في المذاق، فيها الجلجلان والكاوكاو، مليحة بزاف بنينة وتعطي كمية كبيرة، تعطيني حوالي 60 حبة. الوصفة سهلة سهلة، مديتها لكم مقادير مضبوطة، مديتها لكم بالملاعق الكبيرة باش تجيكم سهلة، ما تنغبنوش في المقادير حتى اللي ما عندهاش الميزان تجربها. نمشي نشوفوا مع بعض مقادير وطريقة تحضير هذه الوصفة وفرجة ممتعة. باش نحضروا هذه الحلوى نحتاجوا هنا 130 غرام تاع زبده تكون بحراره الغرفه. هنا لما صتوش كيش تعبروها رفدوا العلبه تاع 500 وقسموها على 4 ورفدوا الكميه هذيك تاع 130. نحتاجوا هنا 3 معالق تاع الكاوكاو، انا هنا رفدت ابيض، معليش الا كان عندكم محمص وكان عندكم بالقشور معليش. 3 معالق كبار كذلك تاع الجلجل المحمص. هنا 7 معالق كبار تاع السكر الناعم واللي عندها الميزان 200 غرام. نحتاجو هنا علبة تاع الزبادي أو الياوغت الطبيعي، نحتاجو 2 حبات بيض، رشة ملح، ملعقة صغيرة تاع الفانيلا، هنا على رأس الملعقة تاع الخمارة الكيميائية، والفرينة حسب ما نحتاجو لجمع العجينة طبعا. ونحتاج لهذا المول تاع السيليكون تاع الكعكات هكذا صغيورين، هذا نخدمو به. شوفوا نبداو هنا على الزبدة نضيف رشة الملح ونزيد هذاك السكر الناعم، نغربلوه ونخدمو جيدا الزبدة مع السكر الناعم تتولي على شكل خليط على شكل كريمة. خلطت هكذا الزبدة مع السكر، شوفوا قاعدة بالسكر. نضيف الآن البيض، نضيف هذيك الملعقة صغيرة تاع لافاني، أنا كلشي نحب نغربلو غير مرات لي ميكونش عندي الوقت، ونخلط. تقدروا تخدموا بالبيتخان كما تقدروا تخدموا بالباتور. نزيد الياوغت، هنا تقدروا تعملوا حتى الياوغت بذوق الفانيلا، هنا تقدروا ما تعملوش الطبيعي، تعملوا بذوق بالاذواق، راه كاين بنكهه الفانيلا، راه كاين بالفراوله، راه كاين، انا نفضل طبيعي. نزيد هنا الكاوكاو، هنا الكاوكاو تنجموا تعملوا محمص، انا راني نخدم تجربة هذا البيض اللي شريته مطحون. نزيد الجلجلان، تيشبه الحلوى بزاف وتجي بنينه. نضيف هنا الخماره، شوفوا شحال نعمل هكذا على راس الملعقه فقط، والفرينه نجمع حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه، الفرينه غير محدده. هذه هي العجينه اللي نتحصلوا عليها، ما تعملوهاش قاصحه بزاف، عجينه ما تكونش تلصق في اليد. الان نبدا نعمل هكذا كرات ونعملهم في المول. الفرن راه مسخن على نسخن فيه على درجه 180 درجه مئويه باش نطيبوه ياخذ لون ذهبي ونخرجوه، ونعاود نشوفوه ان شاء الله بعد ما نخرجوه كيفاش نزينوه. وراني كملت هكذا تشكيل الحلوى الكاطو تاعي، الان نمشي نطحيه في الفرن ونشوفوه بعد ما يطيب. وهذا هو الكاطو بعد ما طيبته، نحافظ المهم المول. الآن نحتاج للعسل ونحتاج للكاوكاو، نمشي نسخن العسل ونعاود نولي ونزينوهم. نعسلو هكذا سخنة العسل، نعسلوه ونعملو هنا الكاوكاو. هنا الكاوكاو هنا راه عندي بالقشور حمصتو القليل فقط، ونفوتو هكذا في الكاوكاو. وهادو هما الأساور تاعنا اللي عملناهم. وكاقتراح هنا للتزيين، زينت انا بهذو لي بابيون بعجينه الشوكولا او عجينه السكر، تحبوا هنا تعملوها بيضاء، تحبوا تعملوها بالالوان. نرفدوا هذه الحلوه اللي على شكل جوهر جوهرات، هنا كاقتراح فقط، انتم تحبوا تخليوهم هكذا خليوهم هكذا. وهنا باش تبتوهم تبتوهم بالشوكولا، انا الشوكولا راني عاده ما ذوبتهاش، ذوبوا شويه الشوكولا وتبتوهم. وكما تنجمو تعملوا هذا الشكل تاع البابيون بصح تعملوه بالشوكولا، شوفوا هذا الشكل بعجينه الشوكولا. تاخذوا هذا المول،
هنا تلفتو غير هاد البابيون تعملوه بالشوكولا، شوكولا سوداء او شوكولا بيضاء، ويجي هاد الشكل كذلك. بالنسبة لهذا التزيين هنا عملته بنواط كوكو محمصة، ما عملتوش في الكاوكاو، عملت نواط كوكو محمصة، وهاد الورود دائما عملتهم بعجينة السكر. هذا هو الشكل الثاني، ثم عملتوش تاع الاشكال. نقسم لكم حبة، شوفوا يجي طري ويجي هشيش ويجي شباب بزاف. هذه بالنسبة لهاد الاساور، حلوة الاساور اللي عملناها حلوة جافة، عملنا تحبوا تعملوها بالكاوكاو وتحبوا تعملوها بجوز الهند. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا تاع اليوم، كعكعات او نقدر نقول اساور، عملتها بتزيينين مختلفين بجوز الهند وبالكاوكاو، حتى تاع جوز الهند جات ما شاء الله، جوز الهند محمص طه واحد البنه كما شفتوا معاه، كي قسمت لكم الحبه جا هشيش جا مليح بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، ما تنساوش الا جربتوها تخليوا لي تعليقات، كذلك تعملوا لايك لا فيديو، تبارطاجيو لا فيديو، واللي اول مره تزور قناتي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.